مستمرين معاك يا كابتن ايمن. فرحه كبيره جدا الحقيقه، وفرحه مهمه جدا، ودور كبير الحقيقه بيقوم بيه الجهاز الفني، مجلس الاداره، لعيبه النادي الاهلي. لكن احنا هنحاول نتفقد كده شويه وناخد احد الجنود المعلومين وليس الجنود المجهولين، كابتن ماهر عبد العزيز. قبل اي كلام بقى كابتن ماهر، يعني واحد من رموز الاداره والحقيقه دور كبير، هو كابتن وائل، كابتن سمير عدل الحقيقه بيقوم دور كبير جدا. تكلم كابتن ماهر امتى الغدا؟ يقول لك الساعه 2 الساعه 3 هم دول الجهاز الاداري بتاع النادي الاهلي. لا لازم نديك حق يا كابتن ماهر الحقيقه، طبعا دوركم كبير جدا. حابب تقول للعيبه الرجاله فوز مهم، بطوله مهمه، جايين من جنوب افريقيا راجعين تاني، حابب تقول لكل اللعيبه الرجاله على اداء الفوز؟ والله يعني الاداء هو اللي بيعبر عن نفسه، يعني الحمد لله رب العالمين من اول الرحله والناس مصممه ان صن داونز ان نعدي الدور ونوصل للقبل النهائي، والحمد لله انتهى الماتش من هنا واللعيبه جمعت بعضها وجمعت كل قواها وجمعت، مفيش اي حد خالص، مفيش تركيز في اي حاجه الا البطوله الثانيه اللي هي كاس السوبر الافريقي، والحمد لله رب العالمين، بنحمد ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا بنهدي الفوز للجماهير الجميله اللي جات النهارده، وبصراحه ما ونوش يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه وهم بيشجعوا النادي الاهلي، وهم من جواهم حاسين النادي الاهلي هينصفهم ويجيب البطوله ويهدها لهم، ونقول لهم الف شكر الف شكر، ومبروك علينا جميعا، ومبروك مجلس الاداره واللعيبه الرجاله والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. لا كابتن ماهر وصى علينا كتير قوي يعني، شكرا كابتن ماهر جدا.